السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا ربي تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخيلة اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وكل عام وأنتم بخير. البلاسيبو أو الكبسولة الفارغة. في مرضى بيشتكوا إن عندهم ضعف جنسي أو امبوتنس أو العنة عند الرجال، رجل عنين، يعني لما بيجي يجامع زوجته لا يستطيع، ما بيحدثش انتصاب أصلا، أو ممكن يحصل انتصاب وفجأة يحصل ارتخاء. طيب بيتوجه إلى طبيب الذكورة، وهو الطبيب المختص في هذه الحالة. طبيب الذكورة بيطلب منه مجموعة تحاليل. هل عندك سكر؟ لا، ما عندوش سكر. طب هل عندك ضغط؟ لا، ما عندوش ضغط. طب هل تتناول أدوية ضغط قد تؤثر عليك، أو أدوية اكتئاب قد تؤثر عليك؟ لا. طيب اتفضل حضرتك روح اعمل لنا دوبلر ملون. الدوبلر الملون أشعة بتتم بالصبغة على الأوعية الدموية للعضو الذكري علشان نشوف فيها تنفيس ولا لا، زي البالونة كده، لو فيها خرم منين ما انفخ مش هتتملى. كذلك العضو الذكري لازم الدورة الدموية بتاعته تكون سليمة، ما فيهاش أي تسريب وريدي. لا برضو ما عندوش. طيب الأعصاب الحسية والطرفية عاملة إيه؟ زي الفل. يعمل له اختبارات يلاقي الريفلكسز بتاعته زي الفل. يجي جاي الطبيب عامل معاه الحيلة المعروفة في الطب بحيلة البلاسيبو أو الكبسولة الفارغة. يجيب شريط ريفو يقطعه، ياخد منه الحباية، حباية بيضة مجهولة، هو عايز حباية بيضة مجهولة، أو يجيب له كبسولة يقول له بص أنا جايب لك دواء مستورد مش موجود على مستوى العالم، هتاخد منه الكبسولة دي قبل الجماع بساعة هتبقى زي الأسد، لو قدامك حائط خرساني ستسقبه. المريض ياخد الكبسولة، يجي تاني يوم الله يكرمك الله يكرمك يا دكتور الله يكرمك مية مية. طيب نشوف الكبسولة اهي، كبسولة فارغة، مجموعة، يعني الكبسولة دي عبارة عن ايه؟ وانا عامل حالة على الموضوع ده، مواد جيلاتينية لو حطيت عليها شوية مية تدوب في ثواني. المواد الجيلاتينية اللي تبقى موجودة في الكوارع والكلام ده، مواد جيلاتينية وموجودة في الجيلي اللي بيعملوه في حلويات في البيت، تمام؟ ففي حاجة اسمها psychological barrier، حاجز نفسي. ما هو الضعف الجنسي ده حاجتين، يا عضوي نتيجة لسبب مرض عضوي يا نفسي. طب نفرق بين العضوي والنفسي ازاي؟ العضوي لن يكون هناك انتصاب صباح او مورنينج اريكشن، لكن لو عندك مورنينج اريكشن او انتصاب صباح، او لما المثانة بتتملى بول فالجسم بيبعت إشارة يحصل انتصاب جامد في العضو يصحيك من النوم، تقوم تتبول وتفرغ محتويات المثانة، يبقى حضرتك نفسيا في مشكلة، في عندك حاجز معين، في عندك وهم، في دايرة مفرغة بتلف فيها. لو اتكسر الحاجز ده بحاجة اسمها البلاسيبو أو الكبسولة الفارغة أو أي قرص أبيض أو ملون فيه شوية نشا كده، أنت هتكسر الحاجز ده وهتتشجع جدا. فحاولوا تفرقوا ما بين الضعف الجنسي العضوي والضعف الجنسي النفسي. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء ولا أي كبسولة فارغة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.